بغيت بالهدرة عييت، ديما صبرة ونخبي عمري مشكيت. انا راضية بحياتي مالي ومالكم، مادام لقيت ميواتي ديوها في حالكم. انا راضية بحياتي مالي ومالكم، مادام لقيت ميواتي ديوها في حالكم. هاد الشاب هذا من نهار بان ابتسام تيسكات، الناس كيعيطوا لي كيقولوا لي واش انتي مشيتي ستار اكاديمي؟ قلت لهم لا علاش؟ كيقولوا لي راه شفناك في ستار اكاديمي، مع على حسب الاسم حتى هو كيشبه ليلى والشبه، فهمتي؟ قال دخلي شوفي، دخلت شفت جبرتها ابتسام تيسكات، انه بجاتني بحال شويه كتشبه لي بالحق، يعني كلها شخصيه ديالها، انا كنهضر على الشخصيه. ابتسام تيسكات عمري ما هضرت معاها ولا كان يعني بيني وبينها شي حوار ولا شي حاجه، غير هي اصلا عامله لي بلوك، عامله لي بلوك من الانستغرام، انه الحساب ديالها ما كيطلعش ليا. تقدر باش ما نبقاش نشوف الصور ديالها، باش ما فهمتش، نقول لها علاش بلوكيتيني؟ علاش نعمل لها بلوك ما بيني وبينها والو؟ اصلا الناس اذا جاوا شافوا مزيان انه انا كنشبه الهيفاء اكثر، يعني الفك، الخدود، يعني الفم، العيون، عندي هادي منفوخة في حال ديال الهيفا، كلشي طبيعي الحمد لله. الشعر، حتى الفورمة كنشبه ديال الهيفا، كلشي الحمد لله. انا يعني كنشوف راسي كنشبه الهيفا اكثر. وعد عند هيفا وهبي، هي خدات ملكة جمال لبنان وانا خديتها ديال المغرب، يعني كاين تقارب. حتى الماكياج اصلا ما كنعملش شي ماكياج، يعني عدسات عادي، كاع البنات كيعملوا العدسات، وماشي يمكن غادي نشبه لها غير بالماكياج. يعني اي بنت كتعمل شعر كحل وكتعمل عدسات كري، ولكن خاص الملامح، راه العدسات وهذا راه خاص الملامح، فحال المنخار، الفم، العينين، العظام اللي بين العين والحاجب، الفك، الاسنان، الخدود، بزاف ديال الحاجات. وكاين اصلا ناس كيبغيو يشبهوا راسهم بهيفاء، ولكن اذا ما كانش عندك لاباز والفيزاج فحالها راه مستحيل، راه واخا تعمل اللي عملتي. لا الحمد لله انا بيضه، انا اصلا ماما وبابا بيضين، يعني ماشي انا باغا نعمل باش نبان انه بيضه. لي طاطو اللي في رجلي عملته فحال ديال هيفاء، عملتها دابا يمكن شي عام باش عملتها، ولكن انا عملتها فحال ديال هيفاء ماشي على حساب انا باش نشبه راسي بهيفاء، على حساب الطاطو عجبني. واللي في يدي عملتها ولكن ما راضياش عليها مزيان، وان شاء الله غنحيدها. اذا بغينا نقارنوا شكون اللي حسن صوتي او لا صوت ابتسام تيسكات، يعني يا بصراحه راه كل وحده والصوت ديالها، ولكن يعني كل وحده غتختار الصوت ديالها، فهمتي؟ انا فحال انا صوتي اكيد غادي نختاره، وهي اكيد غادي تختار الصوت ديالها. كنت قبل كنزل التصاور ديالي وكيدخلوا عندي كيقولوا لي شي ناس يمكن من العائله ديال تيسكات، يمكن على ما اظن، كيقول لي متبقايش تنزلي التصاور ديالك راه كيسحبوها تيسكات. وانا قلت لهم هذيك راه ابتسام تيسكات وهذه ابتسام امي، وكل وحده والشخصيه ديالها، وهذه الصوره ديالي ماشي انا مشيت عملت تجميل باش نشبه راسي بشي واحد اخر، هذه الصوره ديالي وانا راضيه بها وكنحمد الله عليها ليلا ونهارا، لانه عطاني هذا الجمال الحمد لله اللي ما تعذبت عليه باش نعملو ما حتى شي حاجه. وما يمكنش شي واحد غيقول لي شنو نعمل، والدين ديالي ما قالوا واش ليا، عاد غيقول لي شي واحد اخر.